بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ في درس جديد خاص بالنظرية الكلاسيكية، وهو عن مشكلة البطالة وسعر الفايدة. أولا، قانون التوظف الكامل عند الكلاسيك، أو مشكلة البطالة عند الكلاسيك. بيرى الكلاسيك إن المجتمع دائما في حالة توظف كامل، ولا توجد بطالة إجبارية، ولكن من الممكن حدوث بطالة اختيارية أو بطالة احتكاكية. يبقى إذن الكلاسيك كانوا شايفين إن مجتمعنا دايما في حالة توظف كامل، إن أي حد عاوز فرصة عمل بيلاقي فرصة عمل، وإن مفيش حاجة اسمها بطالة إجبارية، يعني مفيش حد عاوز يشتغل ومش لاقي شغل، إنما ممكن يبقى في بطالة اختيارية أو بطالة احتكاكية. بطالة اختيارية يعني بمزاج العمال، وفي ما يلي التفرقة بين هذه الأنواع من البطالة. البطالة الإجبارية، ودي معناها إن في شخص قادر على العمل وراغب فيه ويبحث عنه، ولكنه لا يجد فرصة عمل، يعني واحد عاوز يشتغل وبيدور بس مش لاقي شغل، فديت تعتبر بطالة إجبارية. البطالة الاختيارية دي بطالة بيفضلها الفرد عن ان هو يشتغل بأجر قليل، هو شايف ان الأجر قليل فبالتالي هو بيفضل ان هو يقعد عاطل عن ان هو يشتغل بالأجر القليل. البطالة الاحتكاكية، وهي البطالة الناتجة عن الجهل بفرص العمل المتاحة، او ان في فرد مش قادر ينتقل من مكان لمكان. فالبطاله الاحتكاكيه دي ناتجه عن ايه؟ انا شخص عاوز اشتغل وفي شركات طالبه، بس ما اعرفش ان الشركات ديت طالبه حد للعمل، او انا مثلا عاوز اشتغل بس مش قادر انتقل من مكان لمكان اخر. وبذلك يرى الكلاسيك ان مين المسؤول عن مشكله البطاله في المجتمع؟ العمال. قالوا ان المشكله هنا هي مشكله عرض، فالعمال هم المسؤولين عن البطاله، لان هم قالوا ان البطاله ايه؟ هي بطاله اختياريه او احتكاكيه. فاختياريه ان الفرد هو اللي مش عاوز يشتغل عشان الاجر مش عاجبه، احتكاكيه هو اللي جاهل بفرص العمل المتاحه، ولذلك فهم رموا عبء مشكله البطاله كلها على مين؟ على العمال. الكلاسيك ايضا اهتموا بالاجر الحقيقي مش بالاجر النقدي، وعايزين نعرف ايه الفرق بين الاجر الحقيقي والاجر النقدي. الاجر النقدي ده عبارة عن النقود اللي بيحصل عليها الفرد مقابل عمل معين، انا اشتغلت بقى بأجر مقابل العمل دوت، ده يمثل اجر نقدي. انما الاجر الحقيقي عبارة عن السلع والخدمات اللي انا اقدر اشتريها بأجري النقدي، ولذلك فالاجر الحقيقي هو عبارة عن الاجر النقدي على الاسعار. لو حبينا نعبر بالرسم البياني عن قانون التوظف الكامل او سوق العمل عند الكلاسيك، اول حاجة عايزين نعرف ايه هي العلاقة بين الطلب على العمال وبين الاجر الحقيقي. طبعا العلاقة بين الطلب والاجر الحقيقي هي علاقة عكسية، لان اللي بيطلب العمال هم رجال الاعمال، فانا كرجل اعمال طالب على العمل يتوقف على الاجر، فالاجر بالنسبة لي تكلفة. لو انا لقيت نفسي ادفع للعامل اجر عالي فاذا انا هطلب منه قليل، والعكس طبعا صحيح، فاذا العلاقة هنا عكسية بين الطلب على العمال وبين الاجر الحقيقي. لو حبينا نوضح مشكلة البطالة بيانيا، الشكل اللي أمامنا عندنا على المحور الأفقي مستوى التوظف والمحور الرأسي الأجر الحقيقي، فهنجد إن تقاطع الطلب على العمال مع منحنى عرض العمال في النقطة نون واحد، ده بيحدد لي الأجر التوازني الحقيقي ح واحد، وبيحدد لي مستوى التوظف عين واحد. الكلاسيك الأساس عندهم هو العرض، فلو عرض العمال زاد في المجتمع نتيجة عودة بعض العمالة مثلا من الخارج، فهنجد ان عرض العمالة لو زاد هينتقل منحنى العرض بالكامل جهة اليمين الى عين اتنين، فيتقاطع في نقطة توازن جديدة هي النقطة نون اتنين، فبالتالي ده هيؤدي لانخفاض الاجر الحقيقي الى ح اتنين وزيادة التوظف الى عين اتنين. لو جينا نكمل موضوع النظرية الكلاسيكية، في عندنا سعر الفايدة من وجهة نظر الكلاسيك. عايزين نعرف ايه هو تعريف سعر الفايدة، وكيف يتحدد سعر الفايدة التوازنية عند الكلاسيك. الكلاسيك شايفين ان سعر الفايدة هو عبارة عن عائد الادخار او عائد التخلي عن الاستهلاك، والكلاسيك شايفين ان بيتحدد سعر الفايدة التوازني عندما يتساوى عرض الادخار مع الطلب على الاستثمار، ويمكن تعريف الادخار والاستثمار كمالي. بالنسبة للادخار هو عبارة عن الجزء المتبقي من الدخل بعد الانفاق على الاستهلاك، فهو يعتبر دخل مؤجل او منتظر انفاقه، والعلاقة بينه وبين سعر الفايدة هي علاقة طردية. انا لو جيت ادخر في اي مؤسسة بنكية
ده هيتوقف على سعر الفايدة، فلو البنك هيديني فايدة مرتفعة ده هيخليني أدخر أكتر. إنما الاستثمار هو العبارة عن الإضافة الصافية إلى رأس المال المجتمع، والذي يتمثل في الآلات والمعدات والأصول الإنتاجية. والعلاقة بين الاستثمار وسعر الفايدة هي علاقة عكسية، فكلما ارتفع سعر الفايدة ينخفض الطلب على الاستثمار. ويمكن توضيح كيفية تحديد سعر الفايدة التوازني عند الكلاسيك من خلال الشكل التالي: عندنا سعر الفايدة على المحور الرأسي، والادخار والاستثمار على المحور الأفقي. لما يتقاطع منحنى الطلب على الاستثمار، المنحنى الظهري واحد، مع منحنى عرض الادخار عند الواحد في النقطة نون واحد، ده هيحدد لي سعر الفايدة التوازني فيه واحد، ويتحدد حجم الادخار والاستثمار د ر واحد. طب لو افترضنا ان عرض الادخار زاد، المدخرات زادت نتيجة زيادة الدخل مثلا، ده هيؤدي لانتقال منحنى عرض الادخار جهة اليمين الى عين د اتنين، فده هيؤدي لانخفاض سعر الفايدة الى ف اتنين، وزيادة الادخار والاستثمار الى د اتنين. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع سعر الفايدة عند الكلاسيك وكيفية تحديده من وجهة نظر النظرية الكلاسيك.